انا حقيقي مصر كبيره، مصر عظيمه، والنهارده اثبتت ان هي قلب الوطن العربي، وهي اللي بتتخذ القرار ما تمليها عليها ضميرها. لان الكلام اللي سمعناه ده لسه واخر دوله هيجيها، لا اخر دوله واتخذت القرار السليمه. والنهارده سياده الرئيس قال كلمه ظريفه، يهود ايه ده، احنا كنا عايشين في الحي بتاعنا وجنبنا الاسر اليهوديه. احنا في بورسعيد يا احمد كان جنب مدرسة الوصفية حارة اليهود، عشنا معهم سنين. نعم. عمرنا ما كان حاجة. فسيادة الرئيس النهضة ادى مثل، انتوا بتتهمونا. نعم. ان احنا كعرب، لا شوفوا انتوا اضطهدت اليهود في اوروبا. لا، لانه في اللي عايز ياخدها الحرب دينية وهي مش كده. وهي مش كده. فالنهاردة فعلا يعني حقيقي قالوا بالعكس، لا احنا لا عندنا ولا في العالم الاسلامي حد بيأذي اليهود، اللي اتأذى اليهود اتأذوا في اوروبا مش عندنا. كنتوا وده اللي قاله سيادة الرئيس النهارده. احنا عايشين معانا، المعابد بتاعتهم هنا في مصر تم ترميمهم من سنتين ثلاثه اللي فاتوا. نعم. وقعدوا النهارده في ابهى صوره. فالنهارده كان سيادة الرئيس في الحته دي واضح وتمام، واداهم رساله، احنا ما فيش بيننا وبين اليهود حاجه، وعيب اللي بتعملوه وحرام اللي بتعمل في الشعب الفلسطيني، انتوا بتاذوا شعب لو كان بينه وبين حماس حاجه ده موضوع تاني، انما الشعب حرام. فاعتقد النهارده الخط التاني بيترسم، الخط الاحمر التاني النهارده. طبعا الخط التاني بيترسم. الحمد لله. لا لا، يعني ايه لما اقول خط احمر؟ يعني ايه عسكريا؟ لا انا مش فاهم الحته دي يا احمد، مش فاهم. يعني خط احمر؟ لا، الخط احمر يا احمد هو اتقال من 4 ايام ويوم الكليه الحربيه. نعم. سياده الرئيس قال احنا لن نسمح ان حد يخش بلدنا. نعم. ويخش حدودنا. نعم. احنا حدودنا مؤمنه. وقال للفلسطينيين انتوا تدافعوا عن ارضكم وتقعدوا. هي مكونات الدوله ايه يا احمد؟ نعم. شعب وارض وسلطه. نعم. النهارده لما الشعب يمشي ويسيب الارض هيتبقى. نعم. ايه؟ فالنهارده انتوا بتفرغوا القضيه الفلسطينيه من مضمونها. نعم. وده ما يتمش. نعم. وده اللي قاله سياده الرئيس لهم. واعتقد تاني يوم كنت بتسمع كل الفلسطينيين في غزه. نعم. احنا قاعدين. صحيح. احنا مش هنسيب. صحيح. ارضنا. صحيح. فكانت الرساله من سياده الرئيس لهم والحمد لله وربنا يسهل. واديك شفت النهارده انهم اجلوا الهجوم على غزه. ليه تفتكر حضرتك؟ ليه؟ بص يا احمد، قالوا الاحوال الجويه. هل الاحوال الجويه ولا لا؟ احوال جويه ايه؟ انت بتتكلم من 50 سنه ل 100 سنه. لما كانت ضباب ومش في ايه يا احمد؟ نعم. احنا في عصر التكنولوجيا. نعم. الكلام ده هو حجه سياسيه، لان بلينكن قال لهم استنوا ما اجي لكم. وانت فاهم؟ وطبعا هناك ظروف هتتاخد في الموضوع. وبرضه لازم تتاكد ان اسرائيل لو قامت بهجوم على غزة ستتكلف هذا الموضوع خسائر كبيرة جدا. دايما بنقول ان اقصى عمليات عسكرية لجيش منظم هو مهاجمة المدن. دايما بنقول المدن هي مقبرة الجيوش. اي، ودي احنا عندنا مثال 24 اكتوبر 73. لما اسرائيل دخلت السويس. نعم. ودباباته محروقة قدام حي 40. اسرائيل بجبروتها ما دخلتش السويس. نعم. فالنهارده هم بيفكروا مره قدام ومره ورا ماذا يفعلوا. واخد بالك كمان ان سيادة الرئيس النهارده قال ان ممكن الموضوع يتدخل في اطراف اخرى في المنطقه. وطبعا هو ما قالش، لكن احنا عارفين. نعم. ايران. نعم. النهارده لو دخلت، وحزب الله لا، وزير